اهم حاجه الرضا. طول ما انت راضيه، طول ما انت راضيه هتشوفي كل حاجه حلوه. لكن الناس اللي بتبقى اسمها ايه، اللي بيبقوا لا غير ان هم يتنمرضوا، ثانيه واحده، اللي هم بيبقوا دايما جاي مش عاجبهم حياتهم، هي ليها بطران؟ لا، ما البطران عيشته قطران، دي معروفه، ساخط على عيشته. الله ينور عليك يا ايمن. دايما في واحد تلاقيه ساخط على عيشته، اللي هو مش عاجبه اي حاجه، مع ان ممكن يكون ربنا كرمه بحاجات في غيره مش عنده بيتمناها، بس هو لا 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 مش عاجبه، مفيش جواه رضا. وده بيبقى اكبر عقاب من ربنا للبني ادم، ان هو ما يبقاش راضي عن اي حاجه، مهما يكون في ايده، مهما يكون معاه، ومهما يكون ربنا مديله، ما يبقاش راضي، ساخط دايما على الحاجه اللي معاه. فده تلاقيه مش هادي، مش مرتاح البال، مش مطمن دايما، مش تحس ان هو مش سوي نفسيا. طول ما هو مش راضي عن اللي ربنا مديهوله، فتحس ان هو على طول شايل التين، على طول متضايق من اي حاجه بتحصل. لو قام الصبح لقى مثلا لمبه اتحرقت، يقعد يندب طول النهار، ده النور اللمبه اتعملت، وهنجيب منين ونسوي، وهو الواحد ناقص، ما كفايه مصاريف المدارس. ليه يا حبيبي؟ ده لمبه اتحرقت ما فيهاش اي مشكله والله، سهله، هتنزل تجيب لمبه، ليه تنكد على نفسك وعلى البيت كله عشان لمبه اتحرقت وتقعد تندب؟ الندب ده قسما بالله مش حلو. اللهم لك الحمد والشكر دايما، احمدوا ربنا يزيدكم من نعيمه، ارضوا باللي ربنا مديهولكم هيزيدكم من نعيمه. حته البني ادم اللي مش راضي دي اسوأ عقاب، ان ربنا يزرع جواك ان انت مش راضي او عدم الرضا. ربنا بيعاقب البني ادم بان هو يحس دايما بعدم الرضا، مع ان لو حد تاني من بره ويبص لحياته يقول لك ايه ده، ربنا مديله ومال وبنون وعيشه وشغل وحياه، هو انت مش راضي؟ هو انت مستني ايه تاني؟ هو انت عايز ايه تاني؟ ناس تتمنى ربع اللي هو فيه، لكن من جواه ربنا مش مديله حته الرضا، فدايما تعبان في حياته، دايما حاسس ان ناقص حاجه، دايما حاسس ان هو الدنيا كلها ضده، دايما حاسس ان الدنيا كلها عليه. فيا جماعه ارضوا باللي موجود، وارضوا باللي ربنا كاتبه لكم، والله العظيم هتبقوا اسعد الناس. ربنا يرضيكم ويرضيكم ويرضي قلوبكم دايما يا رب.